ارتقاء الشهيد يحيى السنوار، القائد يحيى السنوار، من الطبيعي أن يدفع بالقلق إلى هذا الجمهور وخاصة أهل الأسرة. كانت هناك قيادة مركزية، قامت قيادة مركزية في المقاومة الفلسطينية، وهو كانت بقيادة المهندس، مهندس 7 من أكتوبر يحيى السنوار. كان على اطلاع وهو يعلم بطبيعة الإنسان الإسرائيلي، حيث أنه أمضى سنوات طويلة قيد الاعتقال ويفهم. وهو بالمناسبة حينما كان يخضع للتحقيق في عام 2004 في أحد أقمية التحقيق، قال لضابط المخابرات الذي يحقق معه، قال له: ستكون يوما من الأيام أنت وأسرتك عندي أسرى ورهائن لكي نفرج عن الأسرى. يعني هو كان في استراتيجيته يعلم أن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين لا يقوم إلا بعملية القوة، وهي عملية التفاوض من خلال احتجاز رهائن أو احتجاز أسرى إسرائيليين، وهذا ما كان له في 7 أكتوبر. العقلية الإسرائيلية لا تحتمل بقاء رهائن أو أسرى إسرائيليين لسنوات أو لأكثر من سنة، لا يمكن أن تحتمل. حاول نتنياهو من خلال هجومه على لبنان أن يغطي، أيضا من أهدافه أن يغطي على تصاعد نصف مليون أخبار، التصاعد الهبة الإسرائيلية ضده في الشوارع، مطالب له بإنجاز اتفاق أسرى، وكذلك كان مطلب أمريكيا حتى يجير ذلك لصالح الانتخابات الأمريكية. الآن نتنياهو يحاول أن يموه في قضية الهجوم على لبنان، أن يحاول أن يبرد هذه الساحة، لكن الساحة رغم الصواريخ ورغم خطر الصواريخ القادم من محور المقاومة من جنوب لبنان، هذا الخطر، رغم هذا الخطر يقوم المواطن الإسرائيلي بالخروج إلى الشوارع والتظاهر ومطالبة بإنجاز اتفاق أسرى.